في قناة التافا مرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء بالضبط من شارع محمد السادس. كيف ما كتشوفوا معنا الزحام والفوضى قبل ساعتين من أذان المغرب في أولى أيام رمضان. هذا الشارع مازال كيعرف هذا الاكتظاظ، مازال كيعرف فوضى. يعني هاد القصارية هادي اللي كيجيو لها بزاف ديال الناس، يعني معروفة عند كلشي، كلشي كيجي لهاد القصارية كتقدمنا، داكشي علاش كيكون فيها هاد الازدحام، كيكون فيها بزاف ديال الطوموبيلات. سمعوا معنا هذا الشارع في أولى أيام رمضان وكيعرف هاد الاكتظاظ وهاد الازدحام وهاد الفوضى عارمة. هذا خويا شارع محمد السادس في منطقة درب سلطان. شوفوا الطريق مبلوك يا الزحامات فين ما مشيتي، يبقى والو أذان المغرب. أنا ما أظن بقات شي ساعة ونص ولا ساعة وثلث. زينب خولة، حتى أنا أختي ما فهمتش، والله ما فهمت. كيفاش غادي يدوز هاد رمضان بلا التراويح؟ حتى الأشغال اللي كاينين هنا حتى هما زادوا في
الحماس وزادوا في الاختلاط ديال السيارات. احنا دابا 7 دقائق وحنا مازالين كنتواجدوا في شارع محمد السادس. نظرنا للزحام والاختلاط والناس خارجين والناس كيتكداو. نشوف احمد اميك من الله يرفع عنا هاد الوباء وهاد البلاء. اللهم امين اخويا. فاطم زهراء الربحي كتقولنا حسبنا الله ونعم الوكيل. شارع محمد السادس باغي كيعرف الاكتظاظ وزادو بهاد الاشغال هادو حتى هما كملوا عليه. راه ديما كيكون هكا ولكن عاوتاني مع اول ايام رمضان راه زاد الزحام اخويا ديال بصح. دخلت غير الخساره ديال الداخل راه ما غتخرجش. رضا كنا كلشي زربان اصاحبي، وي كلشي زربان اخويا.